السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن نوع مختلف عن القواعد والكلمات. النهاردة بإذن الله هنروح لكورس جديد وهو كورس المحادثة. بالنسبة للمحادثة معظم الناس بتشتكي بتقول أنا بعرفش أسمع الناس كويس أو أنا ما بفهمش الناس كويس. معانا إن شاء الله هتزول كل العقبات اللي قدامك، هتقدر تتكلم مع اي حد وتسمع اي حد وتفهمه بوضوح. تابع معنا الكورس للنهاية. لو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تدعم القناة باشتراكك وفعل زر الجرس، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك. ونروح على طول لأول حاجة معنا وهي الكونفرسيشن. الكونفرسيشن المحادثة، وأول حاجة فيها مقابلة الأشخاص. لو أنا قابلت شخص لأول مرة، يا ترى ايه التحية اللي انا اقدر اقولها له؟ اقول له هاي. هاي هاي معناها اهلا وسهلا. هاي هاي. طيب ممكن اقدر اقول له كمان هلو هلو هلو، اهلا وسهلا. يبقى هاي او هلو الاثنين معناهم واحد، اهلا وسهلا. طيب لو هو قال لي هاي انا اقول له ايه؟ او لو هو قال هلو انا اقول له، ارد عليه اقول له ايه؟ على طول اقول له ان التحيه في الحاله دي يكون ردها هو نفس الكلمه. ازاي؟ يعني لما هو يقول لي هاي اقول له هاي، هلو هلو. تمام. نروح بعد كده للجزء الثاني. ولو انا قلت له هاي واهلا وسهلا وكله تمام، تعالى بقى انا عايز اقول له انت اسمك ايه؟ ما اسمك؟ ما اسمك يعني what's your name. What's your name. What's your name. ما اسمك؟ اسمك ايه؟ What's your name. ولو انت حابب تقولها what is your name مفيش مشكلة. What's your name. طيب لو هو اللي سألني وقال لي what's your name، فانا اقول له my name is. My name is. My name is. وتقول اسمك، اسمي كذا، وتقول اسمك. يبقى لو انا هسأله عن اسمه اقول له what's your name. What's your name. طيب لو انا هقول اسمي اقول my name is. My name is. اسمي كذا. طيب نشوف كده. What's your name. My name is سامي سمير. What's your name. My name is سامي سمير. What's your name. My name is سامي سمير. بعد كده تعال نشوف معلومة تانية في النيم ده بقى، الاسم. نيم معناه الاسم. الاسم علشان انت ما تتلخبطش، في اول حاجة first name. first name يعني الاسم الاول. فلو انا حابب اسألك عن اسمك الاول، اسمك انت بس، فبقول لك what's your first name. what's your first name. اما النوع الثاني وبيكون surname. surname هو اللقب. what's your surname. what's your surname. او last name. last name الاسم الاخير. what's your last name. what's your last name. what's your last name. ما اسمك الاخير. او nickname. والnickname هو الكنية او الشهرة. الكنية او الشهرة. يبقى عندي النيم ده الاسم، في first name الاسم الاول، surname اللقب، last name و nickname. علشان انت ما تتلخبطش، لو انت حابب تسأله عن اسمه هو بس فبتقول له what's your first name. لو حابب تسأله عن لقبه فبتقول له what's your surname. لو اسمه الاخير what's your last name. شهرته what's your nickname. طب تعالى بقى نشوف بعد كده ايه في التعرف برضو على الاشخاص. فقال لي what's your first name. ما اسمك الاول؟ my name is. my first name is سامي. what's your first name. my first name is سامي. my first name is سامي. اسمي الاول هو سامي. What's your last name. What's your last name. ما اسمك الأخير. What's your last name. What's your last name. My last name is سمير.
My last name is سمير. My last name is سمير. يعني اسمي الأخير هو سمير. يبقى لو بسأل عن الاسم بقول له What's your name؟ لو بسأل عن الاسم الأول What's your first name؟ لو بسأل عن الاسم الأخير What's your last name؟ لو بسأل عن لقبه What's your surname؟ لو بسأل عن كنيته أو شهرته What's your nickname؟ أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.